ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ وصلنا 20,000 او فوق 20,000 سبسكرايبر. مبسوطة جدا 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 جدا، مش عارفة اقول ايه النهاردة بصراحة. انا نفسي بجد ان انا اروح لكل واحد فيكم واديله ورد، بس طبعا مش هقدر. انتوا 20,000 20,000. انا بشكر كل واحد فيكم، بشكرك انتي. ايوه انتي اللي بتبص عليا. ايوه انا بشكرك انتي، وبشكرك انت. ايوه انت، بشكرك انت كمان، وبشكركم كلكم بجد. انا يعني مش عارفه اقول ايه، يعني من كتر ما انا فرحانه ومبسوطه وسعيده. يا رب يا رب ان شاء الله منها للاعلى باذن الله، وان شاء الله يا رب يا رب نوصل ل 100,000 مشترك. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. المهم انا جبت اسماء الناس اللي طلبوا مني ان انا اقول اساميهم في فيديو. طبعا لو انا ما قلتش اسمك او اسمك اوعوا تزعلوا ابدا، لان انا لو قعدت اقول اسامي ال 20,000 مش هخلص الا بعد شهر شهرين. لا بجد انا بشكركم واحد واحد، فرد فرد. انتوا ال 20,000 واحد بشكركم جدا جدا جدا. انا هقول بس اسامي بسيطه بس ما حدش يزعل، خلاص. وانا بحبكم كلكم كلكم كلكم. فخلينا نبدا. هنا محمد، فريحة من لبنان، هاجر اسماعيل، زيزو ناصر ناصر، مايا محمد، رنا محمود، عائشة واسماء محمد، هما الاثنين اخوات عائشة واسماء محمد، سما خضر، رموس عمر او ريماس عمر، ملك كوكي، ياسمين خالد، ايهاب ادهم، نوران محمد زكريا، سلمى اسامة العزمية، بوسي ياسر، ندى وليد، منى الرمادي، رحمة أو رحمة ده أنا، كافر أرت 2002، قمر قيس، سارة الخلاوي، دودو بهاء، روينة، ضحى السعد، جوجو أحمد، رقية سعيد، أيسن خلف، زهرة تي في أو زهرة تي في، إسراء رضا، سارة صلاح. طبعا دول أسماء بسيطة انا بحبهم جدا، وهم منكم فانا بحبكم انتوا كمان. انا بجد مش عارفه اعبر ابدا عن حبي ليكم وعن انبساطي النهارده وفرحتي. بسرعه اول ما بصيت ولقيت ان انا وصلت ل 20,000 على طول عملت الفيديو. هكرر وهقول تاني، محدش يزعل لو ما قلتش اسمه، بس انا بحبكم كلكم كلكم. لان انا لو قلت 20,000 واحد هقعد لحد الشهرين اللي جايين. فانا اسفه جدا جدا، بس انا بحبك انت وبحبك انتي وبحبكم كلكم، وشكرا لكم جدا بجد. انا عملت الفيديو طبعا بسرعه، انا مش عارفه اقول حاجه تاني بصراحه، والكلام بيروح من كتر الفرحه. الحمد لله. طبعا اولا بشكر ربنا اولا، ثم بشكركم جدا جدا، ثم بشكر كل اليوتيوبر اللي دعموني، حصة الخطا سيسترز، هند دير، وشهد تشانل، ودعاء محمد. وكمان ثم بشكر اهلي اللي وقفوا جنبي جامد، خاصة ماما اللي وقفوا جنبي جامد ودعموني، وكانوا بيتعبوا معايا وبيسهروا معايا وبيعملوا كل حاجة معايا علشان اوصل اللي انا فيه ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا لكم جدا. هو فيديو قصير بس حبيت ان انا اشكركم فيه واعبر لكم عن حبي. طبعا انا مش عارفه اعبر قوي لان من كتر الفرحه الواحد مش بيعرف يعبر، بس انتوا اكيد فاهمين. شكرا لكم جدا ومع السلامه.